رابعة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره واجلاله لعمال مصر الذين بذلوا جهدا خارقا لبناء مصر الحديثة. وفي كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع حاير مصر الصناعي للاجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، شدد الرئيس السيسي على تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال الذين بذلوا جهدا خارقا، وذلك لاعادة بناء البنية التحتية في مصر، مما أسهم في تأسيس الانطلاقة التي نشهدها حاليا ولا سيما في المجال الصناعي. أكد الرئيس السيسي حرصه منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لتوفير بيئة عمل سليمة، حيث وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وتناقش مختلف القضايا من بينها مشروع قانون العمل بضمان أن يحقق العدالة المرجوة، إضافة إلى سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في الحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لمناقشة القانون تمهيدا لإصداره. وخلال الاحتفالية كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قدام النقابيين وعمال مصر، حيث شملت أسماء المكرمين عددا من النماذج العمالية المشرفة بمناسبة عيد العمال. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين استشهاد اثنين من معتقلي غزة، أحدهما رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي الدكتور عدنان أحمد البرش. وقالت الهيئة إن جيش الاحتلال اعتقل الدكتور أحمد في شهر ديسمبر الماضي خلال وجوده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة من الأطباء، علما بأنه كان قد تعرض للإصابة خلال وجوده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 أشهر. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن فتى يبلغ من العمر 14 عاما أصيب بجروح خطيرة وبترت أطرافه، وذلك بعد أن فتح عبوة طعام مفخخة والتي عثر عليها أثناء البحث عن متعلقاته في منزله الذي قصفته قوات الاحتلال في خان يونس. وأوضح المكتب أن الطفل المصاب هو مجرد ضحية واحدة من بين العديد من الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرا بسبب الإمدادات المفخخة بعبوات ناسفة. وتقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وجود حوالي 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة المتناثرة في جميع أنحاء غزة، الأمر الذي قد يستغرق إلى ما يصل إلى 14 عاما لإزالتها. دعت الولايات المتحدة إسرائيل لمنع وقوع مزيد من الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو مالر إن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديلات على تلك القوافل. وتأتي تلك التصريحات بعد قيام مستوطنين إسرائيليين بالهجوم على شاحنتي مساعدات كانتا في طريقهما من الأردن إلى قطاع غزة. استأنف المطبخ المركزي العالمي عمله في قطاع غزة، وذلك بتقديم الطعام للفقراء الذين يعانون من ويلات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أشهر. وعلقت المنظمة غير الحكومية عملياتها بعد مقتل 7 من العاملين في الإغاثة من جنسيات مختلفة، وذلك بغارة جوية للاحتلال الإسرائيلي في أوائل أبريل الماضي.
أصيب 8 عسكريين سوريين بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا في محيط دمشق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل شنت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة أحد المواقع في محيط دمشق، وأسفر العدوان عن إصابة 8 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. مشاهدينا انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.